على مدار الايام اللي فاتت شهدنا يعني حسينا ان الشتاء كده بيعيد نفسه مره تاني، درجه الحراره انخفضت بشكل كبير جدا وسجلت ارقام ممكن تكون كمان يعني ما كانش من المعتاد ان هي تسجلها في التوقيت ده من السنه، يعني واحنا خلاص مفروض بصدد ان شهر الشتاء يكون بينتهي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن التوقعات خلال الفتره اللي جايه، وهل الطقس ده مستمر معانا ولا لا. من خلال استقبالنا عبر التليفون دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، بنرحب بيك يا دكتور معانا. اهلا بحضرتك استاذه كريستينا، واهلا بسمينا وكل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني احنا كنا لسه بنقول ان الشتاء خلاص المفروض ان هو بصدد ان هو ينتهي، لكن حاليا شايفين زي ما يكون الشتاء بيعيد نفسه من تاني، فالتوقعات بتقول ايه والطقس اللي احنا شايفينه ده مستمر معانا لامتى؟ بالفعل يا فندم احنا بنشهد طبعا انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي 5 6 درجات، بتوصل كمان احيانا ل7 درجات، وده بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه شديده البروده قادمه من جنوب وشرق اوروبا مر على البحر المتوسط، فبتعمل على انخفاض درجات الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. احساسنا بالطقس طبعا كلنا مستشعرين، هو بارد خلال فتره النهار، بيكون شديد البروده خلال فترات الليل، يمكن كمان يوصل للقارب البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الفاكر، بالإضافة لأن كمان في نشاط للرياح، سرعات الرياح ما بين 30 و50 كيلو متر في الساعة، نشاط الرياح دايما بيحسسنا بدرجات حرارة أقل من اللي احنا دايما بنسجلها أو بنبقى متوقعينها. صحيح. يعني احنا اليوم سجلنا على العظمى على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، مع نشاط الرياح كان احساسنا بيها اقل من ال 14، وهكذا خلال فترات الليل نتوقع ان الصغرى تكون 8 درجات، فالاحساس بيها بيكون اقل من 8 درجات بسبب نشاط الرياح وكمان جفاف الكتل الهوائيه. نتوقع طبعا الاجواء دي تستمر معانا الى يوم الاربعاء القادم، يمكن كمان هتبقى ملحوظه غدا الثلاثاء باذن الله. هتقل اكتر يعني بكره يا دكتور، هنحس ان الطقس اشد بروده بكره؟ هي مماثل لليوم ان شاء الله، يشبه النهارده ان شاء الله خلال فتره النهار، خلال فترات الليل برضه الاجواء تكون شديده البروده، لكن هيكون في فرص طبعا سقوط امطار هتبقى خفيفه متوسطه على سواحلنا الشماليه، هتمتد خفيفه المناطق من القاهره الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري، لكن مجمل العموم الامطار غير مؤثره على اعمال الانشطه اليوميه. التحسن في الاحوال الجويه ان شاء الله هيكون من يوم الخميس القادم، نبدا نشعر بارتفاع في درجات الحراره تدريجي، تبدا درجات الحراره تسجل 19 درجه مئويه على القاهره الكبرى، هيبدا يحصل ثاني اعتدال في سرعات الرياح، يعني مش هيكون في نشاط للرياح، نحس بالاجواء الدافئه خلال فتره النهار باذن الله، والارتفاع ده هيكون تدريجي مع بدايات الاسبوع المقبل ان شاء الله تبدا تكون العظمى ما بين ال 22 وال 23 درجه مئويه، وهتعود ثاني الظاهره المؤثره ان شاء الله هي الشبوره المائيه اللي بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. يعني يا دكتور مع انتهاء الموجه دي ونهايه الاسبوع الحالي هنقول خلاص ان احنا بنودع فصل الشتاء، ولا ممكن يبقى في تقلبات ثانيه خلال الفتره الجايه؟ هو رسميا احنا نقدر نقول ان احنا هنودع فصل الشتاء، لان الاسبوع المقبل ان شاء الله هينتهي فصل الشتاء 20 مارس ويبدا فصل الربيع 21 مارس، لكن وارد جدا يحصل تقلبات جويه، احنا كلنا مستشعرين التقلبات الجويه دي خلال هذا الشهر تحديدا ان ارتفاع وانخفاض في الحراره، وارد بيحصل انخفاضات في درجات الحراره مره اخرى خاصه مع نهايات الاسبوع المقبل باذن الله. ولكن بعد كده خلاص هنشهد يعني فصل الربيع. اهو فصل الربيع ان شاء الله هيبدا من يوم الاثنين او الثلاثاء القادم 21 مارس تحديدا الاسبوع المقبل هيبدا معانا فصل الربيع. دايما النص الاول من فصل الربيع معروف بالتقلبات الجويه، لان هو بتعتبر فتره انتقاليه من فصل الشتاء لفصل الربيع اللي معروف دايما بارتفاعات درجات الحراره، فالنص الاول من الربيع دايما هيكون ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، لكن مجمل فصل الربيع دايما درجات الحراره بتتجه فيه نحو الارتفاع باذن الله. في ختام يا دكتور نصيحتك للمشاهدين. طبعا اهم نصيحه هو استمرار ارتداء الملابس الشتويه واللي تكون شتويه ثقيله في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل، وده يتزامن مع خروج الطلاب للمدارس والجامعات، بالاضافه ان احنا نستمر في ارتداء الملابس الشتويه لانتهاء فصل الشتاء وكمان بدايات فصل الربيع، وطبعا مع عوده الشبوره المائيه القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور للساده المسافرين على الطرق وقائد المركبات، وخلينا نقول ان في اضطراب في حركه الملاحه البحريه خاصه على البحر الاحمر، ارتفاع الامواج هيتجاوز 4 متر،
الساده المواطنين والساده الصيادين نتجنب نزول البحر الاحمر وكمان البحر المتوسط اثناء اضطراب الملاحه البحريه. أنا بشكرك يا دكتور على كل هذه التفاصيل. دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ودي كانت تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الجاية مع نهاية فصل الشتاء واستقبالنا الفصل الربيع.